هل الغيرة أمر فطري؟ هل هذه المشاعر هي طبيعية؟ متى يمكن أصلاً أن تتحول الغيرة إلى غيرة مرضية؟ كل ذلك وأكثر نناقشه مع الاستشاري النفسي الدكتور إبراهيم بوزيدان الذي ينضم لنا عبر سكايب. دعونا نرحب به سوية لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور إبراهيم وصباح الخيرات. صباح النور أستاذ علاء، صباح الخير وصباح النور لكل السادة المشاهدين. أهلا. قبل كل شيء لازم نتعرف عن الغيرة تحديدا، ما هي في علم النفس؟ أخبرنا عنها. على كل حال الغيرة هي عاطفة من العواطف التي تميز الإنسان، ولا يكاد يخلو إنسان أن يكون عنده هذا النوع من الشعور. يعني هي إلى حد ما شيء طبيعي إذا استخدمت أو سجرت أو وجهت توجيهها الصحيح. نعم. كسائر أنواع العاطفة، إذا كان هذه العاطفة وضعت في مجال خطأ أو مجال غير مجالها الصحيح، فيصبح هذا الأمر له نتائجه التي لا تعطي الثمار التي كان نطلبها أو نسعى للوصول إليها. نعم. فلهذا يمكن القول أن هي إلى حد ما طبيعية إذا كان استخدامها صحيح ومتوجه توجه صحيح. نعم. طيب ما أنك حكيت عن الاستخدام الصحيح فعليا، هون دكتور إبراهيم اسمح لي أسألك عن الغيرة الصحية، أخبرنا عنها، كيف ممكن تكون الغيرة صحية في حياتنا وتعاملاتنا مع الآخرين؟ صحيح، هنا نحن في ثقافتنا الإسلامية نسميها يعني نقول أن شخصا غبط الآخر. يعني عندما يكون لمفهوم الغيرة البعد الإيجابي، أنك ترى شخصا متميزا عنده ربما بعض الصفات الإيجابية والرائعة، أو عنده بعض السكيلز وبعض يعني نقول نحن المهارات الجيدة. نعم. فتحاول أن تقلده في هذا الجانب بدون أن تحاول أو تسعى معنويا أو ماديا لإزالتها من عنده أو عرقلة نجاحه. نعم. بالتالي يعني هنا أنت تكون في الإطار المقبول العادي. يعني أنت دائما الإنسان يكون عنده نوع من الحب للرقي، الحب للوصول إلى مستويات عليا، وطبيعيا سيقارن نفسه بغيره من الناس ويحاول أن يرى مستواه وأين وصل الناس الغير في أداء واجباتهم، في تنمية ذاتهم. فهذا الإحساس يكون طبيعي إذا جعلنا نتحفز لكي نصل إلى مستواهم أو أحسن منه. لكن إذا انتهج هذا الأمر نهج غير سليم في النظر إلى الآخر على أساس أنه خصم يجب إزالة ما عنده من خصائص أو محاربة نجاحه، هنا سندخل في آليات نفسية وحتى سلوكية خاطئة. نعم، بس حكيت عن المقارنة، هل فعلا مقارنة الإنسان بغيره في علم النفس هي طبيعية بطبيعة الحال؟ يوجد مجالات ليست المقارنة على إطلاقها. الآن أنا عندما أرى أن غيري مثلا متفوق في مجال المطالعة، له قدرة على القراءة السريعة، فهنا المقارنة الصحية هي تلك المقارنة التي تجعلنا نقلب هذا الشعور إلى طاقة إيجابية داخلية، بحيث سننطلق لكي نحقق نتائج مثل الذي حققها الشخص الذي نرغب أن نكون مثله أو أحسن منه. وهذا شيء عادي، لأنه الحياة كلها مبنية على هذا الأساس، أنك ترى وتحاول أن تصل أو تحسن أو تتفوق. وطبعاً متى يصبح المقارنة سلبية وقاتلة؟ عندما تصبح هذه المقارنة تحول إلى طاقة سلبية، ويصبح الإنسان يقول لماذا هذا ولست أنا؟ لماذا هو عنده وليس عندي؟ هنا أصبح بيقولوا حظوظ يا دكتور بيقولوا الحظ. هذا كما نقول نحن نوع من أنواع الميكانيزمات الدفاع النفسي لكي لا يحس بالتأنيب الضمير أو يحس بأنه ربما لا يقوم بالجهد الواجب، هنا يصبح يجد آليات أخرى. نعم. لكن نحن نقول الأفضل، يعني الأفضل الإنسان أن يدرك ذاته ويعرف قدراته. صحيح. وينطلق وفق قدراته، هذا الأصل.
لكن لا يمنع أبدا الإنسان أن يطمح إلى أن يكون في مستوى الناس الناجحين والمتفوقين، هذا ليس عيبا، لكن الأفضل أن تكتشف ذاتك، لأن المؤهلات الفردية لكل إنسان والقدرات العقلية والنفسية وغيرها من الكفاءات التي يمتلكها في العادة تكون مختلفة ولا تكون نفس الشيء. فلا يمكن أن أنافس شخصا في كفاءات ربما اختص بها عن غيره. فالأفضل أن الإنسان يسعى لإدراك ذاته والعمل على تنميتها من خلال ما يمتلكه هو من كفاءات وقدرات. نعم، طب خلينا نيجي شوي للغيرة المرضية وتخبرنا عن ظواهرها والأعراض اللي بيعيشها الشخص والسلوكيات اللي فعلا بتظهر عليه وقت يكون عنده الغيرة المرضية. صحيح، الغيرة المرضية هي عندما يصبح لها يعني هذا الشعور الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان يحس أن غيره متميز ببعض المواصفات سواء مادية أو معنوية، ويسعى لأن يقلده فيها أو يحاول أن تزول من عنده. وفي بعض الحالات هذا المسألة يكون لها بعد في التنشئة قديم عند الإنسان، الإنسان الذي لا يحس بالأمان، الإنسان الذي يحس أنه شخصية يعني دعنا نقول نحن مهمشة، الشخص الذي كان عنده اضطراب في العلاقة مع أوليائه ومع أصدقائه وعجز عن بناء مكانة اجتماعية، فيصبح دائما يسعى لإيجاد تأويلات لهذه الإشكاليات التي يعيشها. فإذا استطاع أن يعرقل نجاح غيره أو استطاع أن على الأقل يجد تفسيرات لا يهم سلبية أو إيجابية لهذه المواضيع كما ذكرت أنت، يصبح يقول هذا نجاح هذا الشخص وحظ، مجرد حظ، صحيح، لا يقول أنه ربما النجاح جاء بناء على جهود وعمل وترتيبات وغيرها، فهذا الأمر كله يجعل الإنسان ينتهج آلية سلبية في تفسير هذه المعطيات، وأيضا في بعض الحالات ينقلب هذا الأثر من مجرد توجيه طاقة سلبية للخارج إلى توجيه طاقة سلبية للداخل، ويصبح هذا الإنسان يدخل في صراع ذاتي، لماذا هو ولست أنا، ما يميزه عني، ويدخل في نقاش ذاتي داخلي سلبي تماما. وهذا سيكون له أثار نفسية قاتلة للشخص هذا. يعني لطالما بعلم النفس دكتور إبراهيم لأي مشكلة أو اضطراب نفسي بيرجعوا لعالم الطفولة ولطفولة الشخص، فهل كمان الغيرة المرضية مثلاً إلها علاقة بطفولة الشخص، بالبيئة اللي عاشها، بالظروف اللي عاشها، ولا في أسباب أخرى بتدفع الشخص لحتى يصير أو يصاب بالغيرة المرضية؟ يوجد أشياء مرتبطة بالتنشئة ويوجد أشياء يكتسبها الإنسان كمواصفات بناء على طبيعة شخصيته. فطبعاً التنشئة الاجتماعية، إذا كان الأسرة تنشئ أطفالها على المقارنة بينه وبين غيره، يعني يقولون انظر فلان أحسن منك، أو فلان ابن جارنا أذكى منك، أو أنه كذا وكذا، فيصبح الطفل دائماً يحدد مكانته بناء على مقارنته نفسه بغيره، ويرى ويكتب معالم النجاح بناء على هذه المقارنات. فهنا يصبح منهجية حياة هذا الشخص هي المقارنة، ويحكم على نفسه بناء على غيره. يعني لا يصبح هناك معيار ذاتي للتقييم، وإنما دائما معيار خارجي لذلك. هذا واحد. الشيء الثاني، بمرور الزمن الطفل سينمي شخصيته ويطورها. إذا هو استطاع أن يبني علاقات اجتماعية متكاملة متوازنة، واستطاع أن يبني علاقات مع غيره مبنية على الاحترام وتقديره، فسيكون تقييمه لذاته دائما يكون إيجابي، لأنه يثق في نفسه، يثق في مكوناته، في خصائصه، في قدراته، وهذا الأمر يعطيه نوع من الثقة في الذات، وبالتالي لا يهمه ماذا حقق غيره أو فيما فشل غيره، وبالتالي يصبح ذاتي التحكم، ذاتي التحليل. وهذا طبعا سيعطيه نوع من الراحة النفسية والرضا عن الذات، وبالتالي يكون تقديره لذاته
في مستوى نفسي سليم ويعطيه دائما توجه صحيح في الحياة. نعم، طب هل دوما الفشل يعني دكتور إبراهيم هو اللي بيستدعي انه الشخص يصاب بالغيرة المرضية ولا لا؟ حتى ممكن بعض الأشخاص يكونوا ناجحين بحياتهم لكن بيضل في عندهم هذا المرض إن صح التعبير وبيضل في عندهم غيرة من الأشخاص التانيين على سبيل المثال. صحيح، هو الأمر ليس مبني على كمية الأشياء التي عندي أو القدرات المعرفية التي عندي، وإنما كما ذكرنا هو مبدأ المقارنة، يعني على مقياس، يعني مع كمان التحفظ على هذا الأمر، يعني مقياس إبليس، أنا خير منه دائما. يعني عندما الإنسان يحس أنه هو المتميز وهو الذي يجب يكون عنده هذا الميزة، فإذا اكتسب ثروة مالية تعتبر عند الغير أنها كبيرة جدا، هو يراها قليلة مقارنة مع الشخص الذي هو يعني يغار منه أو يحسد أو يعني يكون عنده أي شيء ممتلك، هو دائما لا يرضى بهذا، لأنه الهدف ليس ذاتي بقدر ما هو هدف مربوط بجهة خارجية، والجهة الخارجية بما أنها في حالة تغير دائم، في حالة تحول دائم، سيربط حالته بتلك الحالة فيصبح كأنه يعني متحكم فيه خارجيا، وبالتالي لا يستطيع أن يهدأ، ويصبح دائما يبحث على مستوى من السعادة ومستوى من تقدير الذات ليس هو الذي يرسمه، وإنما جهة خارجية أخرى هي التي ترسمه، وبالتالي لا يستطيع أن يبقى. وطبعا ربما التوازن النفسي الذي يتحلى به غيره يجعل الثناء الاجتماعي يكون أكثر والتقدير الاجتماعي للشخص الذي يقارن به نفسه أكثر، فهو دائما يبحث عن الحصول على هذا الأمر، وهذا يدفعه للوقوع في اضطراب كالكرة الثلجية، يعني هو يبحث أن يصل إلى هذا المستوى من النجاح بين قوسين، يصل إليه والآخر يكون تقدم عليه والمكانة الاجتماعية ترتفع، فيبدأ دائما يسعى حول مسألة لا يمكن أن يبلغها أبدا. نعم، طب عدا عن هيك وبالتالي يعني نعم نسمعك، تفضل أكمل إذا بدك تأكمل أي معلومة يا دكتور إبراهيم. لا، فقط أقصد لك يعني أن الأمر هذا بما أن المتحكم يكون خارجي، نعم، فلا يمكن أن يهدأ هذا الشعور لأنه ليس ذاتي التحكم، وإنما هو مرتبط بجهة خارجية هي التي تجره دائما إلى الوجهة التي تريد. لهيك يمكن بنشوف هدول الاشخاص او بعض الاشخاص اللي بتعاني من هذا المرض بلوم الاشخاص الثانيه المحيطه فيه ان كانت عائلته وما الى ذلك او حتى الشخص الثاني. طب عدا عن هيك انا حابه اعرف منك ايضا يعني مثلا شو ممكن تترتب اثار اصابه الشخص او تعرضه للغيره المرضيه على ذاته وعلى حياته بطبيعه الحال. طبعا في مستويات عليا، في مستويات عليا يعني يمكن ان يحدث اضطراب نفسي، لأن قضية الغيرة لها ارتباطات بيولوجية أيضا، يعني إفرازات هرمونية طبيعية عند الإنسان، لكن الفرط فيها يعني قد يحولها إلى مسألة مرضية تماما، بحيث يصبح هذا الإنسان غير قادر على التحكم في هذا المسألة، ويصبح يعني كما نقول نحن قد يفكر حتى في إلحاق الأذى بالشخصية التي يحس بهذا الإحساس السلبي تجاهها. وطبعا هذا الشعور الدائم بعدم الراحة النفسية سيترتب عنه نوع من اختلال التوازن الداخلي لهذا الشخص، وبالتالي ماذا؟ سيكون هناك آثار سلبية قاتلة كما ذكرنا ابتداء على هذا الشخص الذي يحس بهذا الشعور، وقد يتعداه إلى إلحاق أذى معنوي أو نفسي أو حتى جسدي للطرف الآخر. فلهذا حتى بين يعني يجب على الأهالي الأسر أن تلاحظ هذا الأمر، يعني ابتداء تلاحظه في مراحل التنشئة. أنا وصلتني مرة قصة، يعني طالبة جامعية، يعني كان عندها شعور بأنها يجب تكون متفوقة دائما في الدروس وتكون تحصل على المكانة الاجتماعية بين أساتذتها، فهي تروي لي مرة من المرات وبسبب أن أحد الطالبات كانت تتميز عنها أصيبت بالإغماء داخل الصف، داخل قاعة الجامعة. نعم، لهذه الدرجة. بسبب ماذا؟ أن درجة تأثرها بهذه العاطفة كان عالي جدا، وأحست أن الأستاذ أصبح يهتم بها بزميلاتها أكثر،
يعني فسقطت فأغمي عليها، وهي الإغماء هذا كان فقط من أجل محاولة لفت الانتباه إليها. نعم يعني كميكانيزم نفسي يجعل الإنسان يظهر أنه بحاجة لعطف ليجذب الانتباه. يعني انظر درجة هذه العاطفة إذا الإنسان لم ينتبه إليها ولم نعم يأخذها بمحمل الجد وحاول أن يتعامل معها تعامل صحيح. طيب كيف هذا التعامل الصحيح خاصة الأشخاص المحيطين فيها؟ على سبيل المثال مثلا ممكن تبرز دائما أنها تعبانة مريضة وما إلى ذلك، مثل ما قلت بحاجة للعاطفة، كيف يعني ممكن تتعامل بهذا الشكل الصحيح مع هذا الشخص؟ هو الإنسان يجب أن يكون عنده نوع من دعنا نقول التأمل الذاتي. إذا رأى أن سلوكه يدفعه إلى شيء غير محمود فيجب أن يحاول أن يواجه هذا الأمر لا يسايره. نعم يعني كما نقول نحن إذا رأيتني يعني مثلا أن أريد أن أقلد شخص ما أو أعمل ما عمل شخص ما، هذا الآن في الإطار الطبيعي هو يعني عادي، لكن إذا رأيت أنه هذا الأمر بدأ يدفعني لأقوم بعض السلوكات أو يجعلني أحس بعدم الراحة الذاتية، فأنا يجب أن مباشرة أقف وقفة جادة مع نفسي وأعلم أن هذا الأمر ليس كما كنت أتصوره، وإنما يجب أن أوقفه وأن أكون صارم مع نفسي في هذا الأمر، لأن الكثير من المواصفات الذاتية أنت المتعلقة تتحدث هون عن بالشخصية. الشخص ذاته كيف يتعامل مع نفسه، صح دكتور؟ نعم 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 أنا أتكلم مع الشخص بالأخص إذا كان شخص واعي، إذا نعم كان طفل صغير أو كان يعني ما زال في مرحلة التنشئة يمكن للأهالي مساعدته على ذلك بإعطاء تفسيرات وتأويلات إيجابية ويحاولون أن يساعدوه في توجيه نفسه توجيه صحيح، لكن أنا أتكلم عن الشخص الكبير. نعم الشخص الكبير يجب أنه يحاول أن يخلق ما نسمى نحن بالرقابة الذاتية والتصحيح الذاتي، حلو من خلال ماذا؟ ملاحظة ما إذا كانت هذا السلوك وهذا العاطفة نعم موجهة توجيه سليم، وإلا يجب أن يقف تماما عن مسايرتها ومتابعتها، لأنه هذا الأمر سيدفعه مثلا الغضب. الإنسان إذا لم يحاول أن يسيطر عليه في نعم مرحلة من المراحل سيدفعه إلى حدود تكون صعبة جدا، وربما تجعله يقوم أو يقول بعض الألفاظ أو يفعل بعض الأفاعيل تكون صعب بعدها أن يصحح مساره أو يصحح الخطأ الذي وقع فيه. نعم فنفس الشيء بالنسبة إلى هذه العواطف الأخرى التي أيضا نحن نتكلم عنها ونتحدث عنها، نعم يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية وتوضع حدود عندما تتجاوز طبيعتها ويرى أنها تدفعه إلى مسارات سلبية. نعم، طب خلينا نسألك عن يعني حالة معينة ممكن بنشوفها كثير صراحة، أشخاص عاشوا حياتهم كان عندهم أحلام كثير لكن حدث معهم فشل كبير، وصلوا ل خلينا نقول هو أشد العمر لكن بيحسوا إنه وصلوا ل40 وما حققوا هذه الإنجازات، فبيشوفوا أشخاص ثانية أقل عمرا أنجزوا وحققوا أحلامهم وما إلى ذلك، هون تحديدا كيف بيستطيع الشخص إنه يعالج نفسه؟ شو هي خلينا نقول الأحاديث اللي لازم تدور مع نفسه؟ ومتى يجب أن يراجع الطبيب المختص في هذه الحالة تحديدا؟ صحيح، يعني هو بالمقابل لكل خلق يعني شيء قبله، نحن الآن نتكلم على تنمية خلق الرضا. الإنسان يجب أن يعرف أنه الأهداف يجب أن لا تكون يعني يجب أن يصحح طريقة تحقيق رسم الأهداف في ذاتها. يعني أنت الآن عندما تحاول أن تصل إلى مرحلة ما أو إلى مستوى ما ماديا أو علميا أو معرفيا وما استطعت أن تتوفق إلى ذلك، يجب أن تعرف أن هذه الأمور هي أمور خارج عن السيطرة. المطلوب من الإنسان هو السعي، والسعي بطريقة صحيحة وسليمة ومستمرة. إذا ما وصلنا إلى هذا البعد فنعلم أنه يعني طبعا هنا سيدخل الجانب المعنوي أو الروحي أو الديني، وهو يدرك أنه النتائج ليست مطلوبة عندنا، لأن التوجهات الجديدة في مسألة تنظيم الوقت وإدارة الحياة في الجيل الثالث منها كان يدعو إلى ضرورة تحقيق الهدف ورسم الهدف بوضوح والوصول إليه، وظهر مصطلح الفاعلية، ومصطلح الفاعلية كانوا يقصدون به أن تعمل الأشياء بطريقة صحيحة وتصل إلى النتائج التي تريدها. لكن الجيل الرابع من إدارة الأهداف وتنظيم الحياة يرون أن من الخطأ أن يجعل الإنسان تحقيق الهدف كما أراده بعد ضروري،
لأن المتغيرات الخارجية كثيرة، فبما أنك أنت تعيش في عالم متغير لا يمكنك أن ترسم هدف محدد وتجعل نفسك ملزم بالوصول إليه لأنك جميل في عالم متغير. صحيح. لهذا بدأوا يعدلون نظرياتهم، لهذا يجب أن يفهم البشر أنه ما يطرح من أفكار في منهجيات رسم الأهداف هي اجتهادات بشرية، ويجعلونها في بعض الحالات كأنها قوانين سنن كونية لا تتغير، وهذا خطأ. يجب أن نعلم أننا نعيش في عالم متغير، عالم فيه صعود ونزول، فالأفضل أن يجعل الإنسان سلامته النفسية وسلامته العلاقات الاجتماعية والأسرية، ويعني تحصيله على قدر ما عنده من مؤهلات وإمكانيات يعني معقولة وبسيطة، والمهم في الأخير كله هو الرضا والسعادة والراحة النفسية. جميل. لأننا قد نصل في الأخير إلى ما سعينا إليه من أهداف، لكن سنصل منهك القوى، ونصل يعني وقد فقدنا الكثير من الأصدقاء، وقد آذينا الكثير من البشر، فعوض أن نستمتع بالنتائج التي حصلنا عليها نجد أنفسنا نتحسر على المسار الذي سلكناه للوصول إلى هذه الأهداف. أنا أظن أن الهدف مهم والسعي إلى الوصول إليه جيد، لكن نفكر في الوسيلة التي نستخدمها والطريقة التي ننتهجها للوصول إلى ذلك، لأن المسار هو الذي سنجده أهم. صحيح. يعني كيف مشينا؟ في بعض الحالات الإنسان قد يجد نفسه سعيد مع خواطر عاشها في طريقه هذا، صحيح، بالسعي، وهي التي ستعطيه معنى لحياته أكثر. نعم. صحيح، يعني أكثر من الهدف الذي وصل إليه. يعني مثل الأم جميل. قد تستمتع في طبخ الطعام، يعني تجد لذة بعد ما يطهى الطعام لا تأكل منه، تكون سعيدة لأنها جعلت أبنائها سعداء بطبخة تلك الجميلة. فنفس الشيء فيما يخص جميل. بقية أهداف الحياة ومسارات الحياة. صراحة استمتعنا معك، وبنهاية الأمر فعلا دوما يعني بتضيف لنا بنصائح قيمة ذهبية جدا وأسرار خطيرة. شكرا لك اليوم معنا، أتعبناك دكتور إبراهيم. شكرا لك ولوجودك معنا دكتور إبراهيم بوزيدان.